شيء بعيدا عن عالم السيارات وبعيدا عن عالم الفن الأصيل، راح ناخذ بريك شوي بجولة مختلفة شوي. ما أجمل أن تتواجد في حياتي شخص غريب وأن تغوص عميقا بين ثنايا حياة ذلك الغريب، عميقا كالموج حينما يحتضن الشاطئ وبشكل عبثي وبلا طائل ولفترة قصيرة من الوقت، وتصر في كل مرة يحاول أن يختصرك فيها بإماءة بإشارة تصر أن تبدأه من جديد لإيمانك بأن روح الكون قد بعثته إليك لسبب قد لا تعيه الآن، ولكن تعي مهمتك تماما، هي أن تكتبه، أن تدونه، أن تخلد تلك اللحظة، بالرغم من إيمانك المطلق أن أجمل الأيام هي تلك التي لم تأتي بعد، وأجمل اللحظات هي تلك التي لم نعشها بعد، وأجمل النساء هن أولئك اللائي لم نلتقي بهن بعد. النص اللي أحكي لكم إياه حاليا هو عبارة عن حوار دار بيني وبين حسناء على الفيسبوك، وحاولت أصيغه بقالب أدبي وبتمنى ينال إعجابكم. طبعا طريق الشتات اللي جمعتنا يعني أنا وذلك الشخص راح تظهر إسقاطاتها بالنص الموجود هون. إذن بات كل شيء واضحا، بات واضحا حجم ذلك الشتات الذي نعانيه. لم يدري وقتها أهو إسقاط لماهيته أم إسقاط لماهيتها أم هبوط مفاجئ للاوعي، القدر الذي انتاب وعيه في تلك الأثناء. تبتسم وتتساءل كيف، ولم تدري هي سبب ضحكتها المدوية في أعماق الطحولة من سطحه، فهو يجزم أنها صفراء، لكنها بذات الوقت ترددت في سكونه المزيف وبات واضحا لنا معالم الطريق القادم، بالرغم من أنك عصي جدا، وبات واضحا كم أنت برزخي وكم أنت جنوني وكم أنت لست أدري، لكن ما أتقنه يقينا كم أنت أنت وكم أنا هناك، إني أراك ولا أراك، وهي في الحالتين وفي الحالتين أبصرني من أنت بالجنون إذا أردت. وهنا تؤثر أن تختصر عليه البحر فتذود بالغرق، فهي تعلم كم يكره الشاطئ فتباغته بالموج. نعم مجنونة أنا، ولا أجدني مختلفا معك بل مختلا فيك. والشيء الذي لم يكن واضحا لي أبدا هو الجهة التي أخاطب هكذا ليبرهن لها كم هو هو وكم هي هي وكم من كيف يحتاج الضميران المفصولان ليستتر الفراغ. كلامك أمسى مبهما تحاول العودة لوكر الواقع بعد أن أجهش بالغموض. هل أخاطب ارتعاشاتك المفرطة؟ هل أخاطب ضفائر شعرك؟ عينيك؟ جفونك الطاوية؟ الوردة التي تزيني بها شعرك؟ ضحكاتك غير المبررة؟ هل أخاطب شتاتك؟ ما بك؟ لما لا تجيبين؟ أأصبتني بداء التعجب؟ أظنها لعنة وأنا بحاجة الآن إلى تعويذة. هل لديك تلك التعويذة؟ التعويذة؟ لا أظن. ترد بكل عفوية، مش بقصدي صدقني، وصراحة إنك عم بتحجم فيي على الفاضي، أنا بقدر لك إيمانك فيي. لم يدري وقتها أتوراها بكلماتها العفوية تلك، تفر من جنونه أم تتنصل من لعنتها. هو لا يريد سوى أن يتابع، لا ينتظر منها أي رد. شيخنا الجليل قارئة فنجاني، أنت أين أنتم جميعا؟ أفتقدكم. شتاتها كان كفيلا بقطع سلسلة أفكاره، تبتسم معتذرة سوري، وتعود بضحكتها تلك التي اقترفتها كلازمة إيقاعية توحد بين أبيات قصيدة رمزية. هي مجنونة ولكن باحتراف تبتسم وتؤكد تلك الحقيقة. هي وهو والثالث والجلاد والأم الحنون والأخت العزيزة والأخ السيف والأختان اللتان أتوسطهما على حد وصفها. أشعر بأننا أب وأخ وعشيرة وحزب
وكل ما في القاموس من كلمات. أريد أن أنام علي أحظى بحلم واقعي تصبحون على تعليله.